بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث ببرنامج الفوتوشوب. اليوم رح نتعلم عن البراش تول، أداة الفرشاي. هي أداة الفرشاة، هي موجودة بلوح الأدوات بشريط الأدوات. رح ناخد أداة الفرشاي نكبس عليها. اختصار لها هو حرف بي، يعني إذا أنا كنت بأي أداة تانية بدي بسرعة أوصل للفرشاي بكبس حرف البي بس بوصل للفرشاي. هلأ في عندي أول شي أنا بدي أتعرف على خصائص الفرشاي شوي، نتمرن عليها بس شوي بعدين نطبقها على درس عملي صغير. هلأ أول شي رح كبرها شوي. هاي الفرشاي شكلها دائري دائما، ممكن تصير عنا أشكال تانية هلأ بنحكي عنها. هلا اذا بدي اشوف انا شوي خصائص لإلها بالزر اليميني، اول خاصية عندي هي السايز حجم الفرشاية، هيك صغيرة طلع نقطة بالشاشة. كل ما زدت السايز تبعها بتكبر، هي اكبر. الهاردنس، في عندي الهاردنس، هي الشفافية تبع الفرشاية. رح نجرب نكبس هلا شوي، نرجيكم شلون رح تشتغل هاردنس. هلا خلي الهاردنس 100، وهي الشفافية. هي مش شفافية بشكل انه الفرشاية رح تكون شفافة، لا هي رح تكون حوافة شفافة بس. هلا الهاردنس 100 يعني ما عندي شفافية ابدا، رح تطلع الفرشاية بشكل دائري تمام، حوافة حادة، هي بسموها الحواف شاربن. هلا اذا حطيت الهاردنس 0 جيت كبست نفس حجم الفرشاية، انا ما غيرته، كبست هو اعطاني نفس حجم الفرشاية الموجودة هون اللي هي كبيرة مثل ما هي نفسها تمام، ولكن هي بسموها هاردنس، الحجم نفسه ولكن تبدأ من المركز الى الحواف بتبلش بتصير شفافة. يعني المركز بتكون عندي اللون كامل، مركز الدائرة تبع الفرشاية، وانت رايح على الحافة بتصير شفافة الفرشاية. هلا هي وين بتستخدم انه هيك تصير شفافة؟ هلا بنشوف كيف تستخدم معنا، بتطلع فيها اشكال كتير حلوة. هلا فينا نوصل بدل بالزر اليميني لنوصل لهي القائمة تبعتنا، فينا من هون نوصل بشريط الخيارات اللي قلنا نحن انه كل اداة لها شريط خيارات لإلها. بهذا المكان اللي هون في سهم، هون نوع الفرشاية 162 اسم الفرشاية، فنفس الخيارات بتطلع لي انه السايز والهاردنس. هلا تحت في اشكال للفرشاية، ممكن انا في عندي اشكال جاهزة بحجوم جاهزة. هلا اذا بكبس على هي اعطتني الهاردنس 100 وهي قياسها 88، باخذ غير فرشاية الهاردنس تبعها 0، باخذ مثلا هي الفرشاية بيجي الى شكل معين ما في الى هاردنس. هي خصائص فراشي جاهزة هون موجودة. تفرج كيف اذا انا بمشي فيها بلون فيها شلون بتطلع الى اشكال كبيرة. هي فرشاية مثل الفرشاية، ليكو هون شكل الفرشاية اللي انا بشتغل عليها. في عندنا اشكال تانية كتير، في اشكال مثلا في شكل عشب، بكبس بضلني كابس وماشي طلع لي عشب. طبعا هذا اللون اللي احنا مختارينه هو الاسود، ليكو هون بغير اللون، حط فرشاية دائرية بيطلع احمر. هلا في عندي اذا اخذت مثلا، مشان مثلا هون العشب ساوي اخضر مثل ما بشوفه انا بالطبيعة، باخذ اول شيء اخضر. هلا في انواع من الفراشة، بس قبل ما احكي اذا بنتفرج على تبع العشب رح طلع لي اخضر وابيض، مثل ما هون طلعت اسود وابيض ورمادي ودرجات لون، فهي رح تطلع لي اخضر وابيض. ما بعرف اذا مبين معكم. ليش هيك بتطلع؟ لانه هي بتعتمد على نوعين من الالوان، اللون الامامي واللون الخلفي. اذا بحط اللون الخلفي كمان اخضر بدرجة غامقة اكتر وبرجع بدهن، شايفين شلون طلعت لي لونين، اخضر الامامي الفاتح والاخضر الغامق، عشان تعمل تفاوت بلون العشب. يعني في انواع كتير للفراشي ممكن انا اشوفهم من هون. هلا في عندي، بس لنرجع على صفحة فاضية،
رح نساوي خصائص للفرشاية تانية، في عنا مكان تاني لخصائص الفرشاية، وهي من ويندوز بنطلعها، من ويندوز براش F5 ممكن تطلع لي اياها ليك براش. هلا في عندي هون نفس الخيارات ممكن تطلع، وهي السايز ببين عنا تحت هون، بيعطيني شكلها للفرشاية اللي طلعت بالسايز اللي كبرتها، سمكت الفرشاية صغرتها هيك، رح ترسم خط اذا انا استمريت بالشكل المتواصل. هاي الهاردنس، في عندي شيء اسمه سبيسينج، التباعد، اذا انا بزيد التباعد بتصير منقطة الفرشاية. يعني هلا اذا انا بكبس هلا هون انا كابس بشكل متواصل، ها هيك عم ترسم بشكل متباعد نقط، فيني خليها متواصلة. مزايا هي للفرشاية. في عندي هون خصائص وخيارات كتيرة فيني انا اشوفهم اذا بحب. شايفين كيف هلا بس انا كبست على شارب داينامكس طلع لي شكل جديد للفرشاية، لان اذا بلون هيك بدها تطلع شكلها. هي فيني انا احط مثل نقشات، ساوي تطريزات معينة بالفرشاية او تصير تعطيني هيك. شايفين كيف بتغير كتير شغلات. هلا اذا بعملها متباعدة مثلا ممكن تبين شغلات جديدة معنا. شايفين كيف طلعت لي اشكال للفرشاية. هي انا عم بمشي بس عبارة عن بكبس وبمشي. هون انا عبارة عن غيرت خصائص للفرشاية. نلعب بشغلات تانية، مثلا فينا نحط سكيترينج، بعثرة، بنعمل له بعثرة للفرشاية. اذا نصغر ممكن تبين معنا اكتر. اذا بيجي بلون هيك بتطلعش. كل خصائص انا بفضل انه تجربوا فيهم كتير، تشوفوا شو في ميزات، شو في خصائص بالفرشاية هون. على التجريب ممكن يطلع معكم اشكال حلوة كتير، ممكن تدمجوا اكتر من خاصية مع بعضها لتطلع لكم اشكال كتيرة. مثلا هاي تكستشر بصير تاخد الى الوان معينة. هي هون في عندك التكستشر تبعها النقشة، يعني بتعطيك فرشاية عليها نقشة. هاي النقشات اللي هاي مثلا نقشة تانية، شايفين كيف النقشة عم تطلعها. في كتير عندي خيارات بالفرشاية، كتير بتطلع شغلات إبداعية. بنصحكم تجربوها وتشوفوا الخيارات معظمها أو كلها، معلش إذا فيكن. في عندي كمان بالفرشاية هالخيارات هون، لنشوف الخيارات اللي عندي هون. هلا حكينا على هاي اول شي، على السايز والهاردنس تبع الفرشاية حكينا عنهم، واشكال الفرشاية حكينا عنهم. في عندي شي اسمه الاوباسيتي. الاوباسيتي هي كثافة الفرشاية، او فينا نقول هون شفافية الفرشاية. يعني انا رح اجيب حط الوان معينة، هاي الوان معينة. رح يجي هلا اخذ فرشاية سوداء والاوباسيتي رح خففه لل50. رح يجي لون فوق، ما رح يطلع اسود، رح يطلع شفاف. شايفين كيف فوق؟ يعني هو حطيت انا اللون الاسود بس بدرجة شفافية معينة للفرشاية.
اذا برجع لك وكبست مره تانية فوق رجعت غمقت، لانه انا عم حط شفافه، طبقه شفافه 50% من اللون انا عم ضخه، رجع حطيت فوقه 50% تانية، كل ما زدت اكثر ممكن اوصلها للاسود، لانه انا عم حط طبقات شفافه، عم برسم بشكل شفاف فوق بعضه. اذا برجعوا 100 شوف شلون هون رح تلون. في عندي شيء اسمه فولو، شايفين كيف طلعت الفرشاية عبارة عن تتابع، بعدناهن عن بعض بهالطريقة، هي بتصير عندنا فرشاية بشكل جديد. كمان في عندي سبراي بخاخ، اذا فعل خيار البخاخة هاي انا بمشي عادي كاني عم بخ لون. انا هلا ما رح تبين هون، رح تبين على الهاردنس، خفف الهاردنس، انا ماشي طبيعي هلا، بس اذا بثبت ايدي بلش تبخ كاني انا عم بخ اي لون، مثل قلم الحبر وقت اتركه شوي على الورقة بصير بيطلع لي هيك بقعة اكبر، شايفين كيف انا بتركه بتقوم بتبخ. في عندي كمان خيارات تانية، هي المود، المود تبع الفرشاية انا ما رح احكي عنها هلا بشكل مفصل، رح احكي عنها بدرس لحالة، لانه المود هي نفس المود تبع الطبقات هون، لوح الطبقات نفسه تماما، نفس العملية نفس الشغل، رح احكي عنها بوقت تاني ان شاء الله. ممكن احكي انه نحن عم نستخدم بس المود نورمال، انه ما عم نغير ولا تعديل باضاءة والوان الفرشاية ابدا، او بنوع الفرشاية اللي عم نستخدمها، عم نخليها عادية ما استخدمنا شيء. رح اجي هلا اطبق الشيء اللي حكيناه هاد على درس صغير، هو عندي هذا الزلمة وعندي هاي الجرافة تبعيته، انا بدي اعمل لهالجرافة موديل صغير بالفرشاية اللي بهالفرشاية المدورة اللي اخذناها باللون الاسود كمان. هلا افتح شوف خصائص الفرشاية، انا الهاردنس عندي 0، السايز عندي 45، عاجبني هذا الوضع، اعتمدت هي انتر، حطيت الوضع اللي بدي اياه. بيجي انا رح العب فيها شوي للجرافي وغير احط لها تنقيطات. رح ارجع اعمل فرشاية الهاردنس تبعها 100، صغرها شوي خليها 20، وارجع احط من هون كمان نقط. هاي موديل هيك عملناه بس لحتى نشوف انه شلون فينا نلعب بالفرشاية بألوان، بحجوم وقياسات وشفافية الفرشاية ونوع الفراشي اللي بدي استخدمها. رح احكي اخر شغلة عن اذا انا مثلا نزلت من النت فرشاية، بدي احط فرشاية جديدة عندي، هلا بالزر اليميني لحتى افتح هاي القائمة الخيارات اللي عندي تبع السايز والهاردنس ونوع الفرشاية، في عندي هون بالزاوية اليسارية بالزاوية اليمينية من فوق نجمة صغيرة، اذا بكبس عليها بطلع لي في كتير خيارات هون، هاي نيو بروشس بريست رينيم ديليت، هاد لون الفراش اللي عندي تحت فيني غير طريقة عرضهم، فيني تكست اونلي بصير بس هيك عبارة عن نص، فيني لارج ثيمز ايقونات كبيرة شكلها تامبيون، سمول ليست بيطلع لي قائمة بمصغرات صغيرة يعني بتجي، او لارج بتكون كبار، يعني في اشكال كتيرة. ستروك هون شو الفرشاية شلون رح تمشي وتارجيني اشكالها، مثلا مثل هاي الفرشاية شوف شلون رح اخذها رح امشي فيها هيك شوي، شايفين كيف عم تعطيني هلا هدلون، هي الاشكال اللي مساوية مثل ما حكينا نحنا من هي هذا المكان، من هذا المكان هون لعبانين بالفرشاية، لك هون هو حاطط ترانسفير ولعبان هون بالارقام تبع الترانسفير لحتى طالع معه هذه الاشكال، والنويز تبعها كمان لحتى طالع معه هيك اشكال. فينا نحنا نخترع الفرشاية اللي بدنا اياها. رح احكي كمان اذا نحنا ما بدنا نحنا نرسم فرشاية بايدنا،
فانا رح ارسم هلا فرشاية بايدي، مثلا بدي فرشاية بهالشكل. انا برسم الفرشاية اللي بدي اياها. اخذت هذا الشكل. هلا انا بيجي بروح على edit، في عندي خيار اسمه define brush preset pressed. اذا بكبس define brush pressed بيطلع لي هون شكل الفرشاية اللي انا ساويتها. اذا حطيت اوكي خلص صار عندي فرشاية. شلون بدي اجيب هاي الفرشاية؟ رح نشوف كيف بدنا نجيب هاي الفرشاية. انا بكبس اداة الفرشاية، بيجي بالزر اليميني، رح رجع مثل ما كانت. مو انا هون في عندي انواع الفراشي اشكال، بنزل للاخير، بالاخير بتطلع لي الفرشاية اللي انا حطيتها هيك. شايفين كيف كبرها وبصغرها على كيفي. صار عندي الفرشاية اللي بدي اياها. انا فيني ارسم اي فرش اي شكل بالعالم وبساوي فيني فرشاية مباشرة. هلا رح احكي شغلة بس صغيرة كمان، على انه انا عم كبر وبصغر دون السايز من هون مباشرة، عم كبر وبصغر. اذا لاحظتوا في عندي بالكيبورد الحرف الدال وحرف الجيم، اذا بكبس دال بيكبر تكبر الفرشاية، بكبس جيم تصغر الفرشاية. هاي الطريقة اللي عم بشتغل فيها الفرشاية. الفرشاية فيها كتير خيارات وفيها كتير خصائص، مو شرط العالم كلها تعرف كل الخصائص اللي بقلب الفرشاية. المهم التجريب، جرب، كل ما بتجرب اكتر كل ما بتختبر اكتر كل ما بتطلع معك فنون اكبر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من درس الفرشاية. هلا بدي احكي على درس تاني ان شاء الله، هو اداة الكتابة. اداة الكتابة اختصار لها من الكيبورد حرف التي. طبعا اللي عنده الرامات عالية والمعالج عالي شوي، فهي الشاشة البروسيسور تبع البروسيس تبع الأدوات اللي بختارها أنا ما رح تطلع له، يعني ما رح تبين لأنه فترات قصيرة. أنا عندي الرامات كتير خفيفة مشان هيك بتطلع بتبين، خصوصي بأداة الكتابة لأنه كبير حجمها، بتستهلك حجم كبير من الذاكرة. هلا أداة الكتابة مثل ممكن تفتح لي انه مكان لأكتب فيه مثل الوورد. بس لنتفرج على شكل أداة الكتابة، هي عبارة عن سهم صغير على اليسار مع شكل مؤشر الكتابة بمربع منقط. في عندي طريقتين لبلش كتابة انا، اما بكبس على الشاشة وبسحب بيطلع لي مربع بكتب فيه. اخلي المربع صغير لارجيكم شو سيئة هاي الطريقة. هلا انا عم بكتب، عم بكتب جيت عم كمل كتابة، شوف شلون بلشت تتخربط الكتابة. اذا بكتر كتابة كمان ما بيعود يبين شي من اللي عم بكتبه انا. وين راح الكتابة؟ لانه انا المربع اللي فتحته تبع الكتابة كتير صغير. اذا بلاحظ لكو اطراف الزوايا تبع المربع هاد فيه مربعات صغيرة فيني شد الكلام. اذا بدي اعرف اذا الكلام موجود ولا لا، في هون بالمربع هذا اللي بالزاوية هون بقلبه اشارة زائد. هلا انا رح كبره شده بيقوم بيطلع الكتابة اللي انا كتبتها. هاي الكتابة اللي انا كتبتها لو هي صغيرة ما رح تطلع هون اشارة مربع بقلبه اكس او زائد، لحتى شدها تكبر مع الكتابة وبتطلع باقي الكتابة. هلا الطريقة اللي انا بفضلها انه انا بس بكبس كبسة واحدة بالشاشة، عبارة رح يطلع عندي بس مؤشر الكتابة.
هلا هذا الكبسة هي أنا كيف ما كتبت لحاله بشد وبيكبر وبيصغر المربع اللي أنا عم بكتب فيه. فلح أكتب أنا اللي بدي أكتبه، بس خلي اللون عندي أسود. قد ما كتبت لحالها بتمط معي الفرشاية، لحالها بتكبر أداة الكتابة معي، وين ما بروح وين ما بيجي عم تكتب، ما عندي مشكلة إنه راح شي تخبى شي. هاي أفضل من طريقة تحديد مسافة معينة للكتابة. هلا رح أحكي بس شوي عن خصائص أداة الكتابة. هلا فيني أعتبر لك إياها إنه مثل الوورد، موجود كل شيء بقلبها. رح بلش اول شيء بهاي ال... بهال هاي خيارات لوح الخيارات. في هون عندي نوع الخط، طبعا بالوورد اي شيء بدنا نساويه لازم تكون الكلمه محدده، وهون نفس الشيء لازم تكون الكلمه كلها محدده. هاي انواع الخطوط، في خطوط كتير بالفوتوشوب موجوده، وفي خطوط فيني انزلها انا من النت وحطها عندي بتشتغل كمان طبيعي. شايفين خطوط كتيرة. في الخيار الثاني هو تكبير وتصغير، ليك هون. هلا انا 43.49 حجم الخط، فيني كبره. هلا فيني كبره من هون مثل العادي، يعني بختار القياس اللي بدي اياه. فيني كبر بطريقة تانية، الاداء جنب تبع التكبير، جنب مربع التكبير في عندي حرف التي كبير وصغير. اذا بحط اصبعتي عليه بس بيطلع لي سهم يمين يسار، فيني اكبس وشد على اليمين بيكبر وشد على اليسار بيصغر. هون في عندي نوع الكتابة، في عندي خيارات نون وشاربن وسترونج وسموث. رح احكي تنتين منهم، هي الشاربن والسموث، والباقي فيكم تجربوه. هون سترونج قوي انه بيطلع هيك انه ضخم شوي الكتابة، طبعا حسب نوع الخط اللي انا مستخدمه. الشاربن هي حواف حادة، حرجيكم اياها كيف. نكبر شوي، تفرجوا هون حواف حادة. اذا سموث بصير حوافها ناعمة، طبعا حسب الخط لحتى تبين معكم. هاي خيارات ترجع. هو هذا الخط نوعه عم يجي شاربن لحاله. في عندكم كمان هاي الخيارات هون، على اليسار، محاذاة إلى اليسار، وسط، محاذاة إلى اليمين، طبعا لأنه الكتابة بالإنجليزي بالعكس عم تشتغل. خلينا على الوسط. في هذا المربع كمان محطوط بقلبه أسود، هاي اللون أنا بختار ألوان للكتابة، شو ما بدي اللون بحطه، أزرق، أخضر، أحمر، اللي بدي إياه. هلا في خيار جديد ما موجود بالوورد، هي هاي هذا الخيار. اذا بكبس عليه بيطلع لي وارب تكست. الوارب تكست هي عبارة عن اني انا بدي اعمل تمويجة للنص اللي انا عم بكتبه. هلا هون الستايل، نوع الستايل نون. في عندي ارك مثلا، رح اكبس على الارك شوف شلون بيصير الكتابة عندي. هاي مشكلة الرامات الخفيفة، انا بدي استنى بخصوصي بمجال الكتابة، لانه الفوتوشوب بياخد من الرامات كتير مساحة كبيرة، والكتابة بالفوتوشوب تاخد كتير من الرامات، فلذلك عندي بتعمل شوية مشاكل. بس مو اشكال، شايفين كيف تغير شكلها. انا عملت وارب بستايل، الستايل تبعها ارك. فيني الستايل لتحت شده نصير منحنية بشكل لتحت، هي نوع الانحناء. هوريزونتال ديستوريشن هي عبارة عن انه مكان من اليمين كبيرة ومن اليسار صغيرة مثلا، او بالعكس، يعني هي من اليمين كبيرة ومن اليسار صغيرة. في عندي ال vertical ديستوريشن بصير من تحت صغيرة من فوق كبيرة، او بالعكس. شايفين كيف بتصير الكتابة. هلا اذا انا خلصت اعتمدت على هاي الفرشاية،
على هاي الكلام هذا اللي انا حاطه، خلصت وكثير انا عجبني الشغل تبعي، فيني احط اشارته الصح، فانا بحفظ الشغل اللي انا عملته، التعديلات اللي عملتها على كتابي. اما اذا ما بدي ولقيت انه في مشاكل تانية بدي اغير شيء، بحط هاي الاشارة لا، او انه ما بدي اياها، وانه اكس كانسل، بحط طابق وبيلتغى كل شيء تأثيرات انا عملتها، وبيرجع كنص عادي. او اذا كنت مو معدل انا، يعني اول ما بحط الطبقة فهي بتروح عندي، بتلتغى الطبقة تبع الكتابة، فانا لحط صح هلا خلص. فيني عاد حركها كيف ما بدي، باخذها وبحركها. هلا انا مثلا عدلت وبدي خلصت تعديل، قمت لقيت في عندي غلط، ممكن بدي ارجع اعدل شيء تاني. كيف فيني ارجع احرر هذا النص اللي انا كاتبه؟ في عندي طريقتين. اول طريقة هي اني برجع بكبس على اداة الكتابة، تفرجوا على شكل هاي الاداة. هلا هون ما قلنا انه شكلها عبارة عن سهم على اليسار، اداة مؤشر الكتابة، ومربع. اذا بقربها على النص تبعي رح تتغير شكلها، رح يصير بس هي مؤشر الكتابة، بكبس عليه بقوم بتحرر الكتابة تبعيتي، وفيني ارجع اعدل اللي بدي اياه. في طريقة تانية، بروح على لوحة الطبقات هاد، اذا بلاحظ هون انا في عندي الطبقة تبع الكتابة هي محطوط هون تي، وجنبها حسن خليفة، فبكبس على التي، الصورة هي اللي عندي هون المصغرة هي اللي عندي على اليسار، بكبس عليها كبستين، تقوم ترجع تتحرر الكتابة. هلا في عندي كمان انا هاي الخيارات ممكن تكون بالنسبة لإلي قليلة، في عندي كمان خيارات زيادة من ويندوز فيني اطلعها، فيني اطلعها موجودة عندي هون، هي كاركتر هيك، ويندوز كاركتر تطلع. هاي خيارات تانية هي موجودة نفسها فوق، في موجود اضافات عليها، مثلا بهاي نوع الخط، رح اكتب هلا بس سطر تاني لحتى ارجيكم شغلة صغيرة. في عندي هون الحجم نفسه اللي اتفقنا عليه، في عندي هاي ست ليدينج، الليدينج هاي بغيرها، فيني هي التباعد بين اسطر الكتابة اللي عندي، فيني مثلا غير. هلا هي محطوطة اوتو، فهي بياخذ الابعاد الطبيعية والنظامية اللي محطوطة بالاداة، بغيرها مثلا على 10، شايفين بتنزل بتصير بيلتزقوا الكتابات فوق بعضها، او هي التباعد بين الاسطر، اذا فيني اشوفها ليك، ها التباعد بين الاسطر، فيني بعده اكتر، فيني اقربه، انا على كيفي فيني احطه. هلا الاوتو هو بياخذ الاعدادات تبع الاسطر الطبيعيه. في عندي في اي يمين يسار، هي التباعد بين الاحرف، شايفين فيني بعد كتير، فيني صغر التباعد، ممكن يصيروا متداخلين. هلا هي ممكن نستخدمها وامتى؟ وقت مثلا انا اشوفه هلا هي حسن، هلا هي كلمه موجوده مثلا عندي، بس رح اخذ ديزاينر، انا اخليها تمد على حسب الكلمة الفوقانية، شايفين كيف؟ كمان هون عندي اللون فيني غيره، طبعا ليش ما تغير؟ لانه يعني ما لي محدد الكتابة، انا برجع بغير، بتغير معي كل شيء. في كتير خصائص، هي انه عريض، هي انه مائل، هي انه كله حروف كبيرة، بس هون هي حروف كبيرة اصلا، هون حرف كبير، الكبير بيضل كبير، والصغار بيصغر بيصغر حجمهم. في كتير خصائص وخيارات فينا كمان هون نشوفها ونشتغل عليها.
رح نطبق هذا الدرس شوي على شيء عملي أكثر. روح على صورة من الصور معينة، في عندي شاطئ، رح اكتب انا فوق الكرسي عبارة، رح نكتب فوتوشوب، حط ادارة الكتابة. فيني انا طبعا قبل ما اكتب اي شي فيني اعدل الخيارات اللي بدي اياها، اذا انا بعرف خيارات ببالي محطوطة بعدلهم كلون ككذا. رح اخذ انا نفس هذا اللون واكتب فيه. أغير الخط، راح باعد الأحرف بين بعضها، هيك طريقة حلوة. رح نيم الكلمة على الشاطئ بالطريقة هي، رح اختار اي ارك، بس رح خلي الانحناء تبعها ما بدي اياه، خلي صفر، ورح غير vertical distortion، هيك مثل محطوطة على الشاطئ حطت. خلص انا هذه التعديلات اللي بدي اياها. رح احكي طريقه تانية على انه حفظ الاعدادات اللي انا بستخدمها هون غير هي اشاره الصح. فيني اختار اي اداه تانية، متى ما اخترت اي اداه تانية انا بيحفظ الاعدادات الموجوده عندي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، ان شاء الله على امل التوفيق يا رب، وتصيروا كمان مصممين. السلام عليكم.